دونك انا سامي بوهلال متطوع في الهلال الاحمر التونسي. اليوم نشرف على برنامج جهوي بالهيئه الجهويه بن عروس للحرب على كورونا. البرنامج هذا يتمثل في جزئين كبار. الجزء الاول هو جزء التطهير وتعقيم الاماكن العموميه بتسعة هيئات محليه تابعه لبن عروس، والجزء الثاني يهم يقوم اساسا على شعار شد دارك واحنا نقضيو لك القضيه اللي تحب عليها. دونك ورايا تشوفوا في لي فيلو البسكليتات هذوما باش يستعملوهم المتطوعين باش يوصلوا القضيه للناس لديارهم. اليوم زاد باش نستغلوا الظرف باش نحييو جميع المتدخلين في الحرب على كورونا من اطباء وشبه اطباء ومسعفين متطوعين في الهلال الاحمر او في جمعيات اخرى باش يكونوا اليوم باش نحاولوا على شعار المنظمه الدوليه. الشعار يقول استمر بالتصفيق. دونك اليوم احنا باش نحاولوا نصفقوا للناس هذوما الكل، باش نصفقوا المتطوعين للهلال الاحمر اللي ما وقفوش حتى لحظه في بذل المجهود والعطاء من اجل الانسانيه.